لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. الموت يفجع الفنانة حلاشيحة وزوجها وكلمات وداع مؤثرة منها. أعربت الفنانة المصرية المعتزلة حلاشيحة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام عن حزنها العميق هي وزوجها الداعية الإسلام المصري معز مسعود بسبب فقدان فرد من العائلة، حيث نعت الفنانة حلاشيحة شقيقة زوجها معز مسعود علا مسعود التي رحلت عن عالم صباح يوم الجمعة. ونشرت حلاشيحة عبر حسابها على انستغرام الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكتبت لتصف شقيقة زوجها بأنها أطيب قلب وروح قائلة: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا يا علا لمحزونون لفراقك يا أطيب قلب وروح مش من العالم ده. انتقلت إلى جوار الله علا مسعود: أخت زوجي نسألكم الدعاء. وتلقت حلاشيحة التعازي من زملائها الفنانين. وأعلن الباحث معز مسعود وفاة شقيقته علا مسعود مطالبا لها بالدعاء يوم الجمعة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر. وكتب مسعود: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود. وأضاف: أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى، شكر الله سعيكم. حلاشيحة أعلنت حجابها منذ فترة بعد أن تزوجت من الداعية الإسلامي معز مسعود. يذكر أن حلاشيحة تتواصل مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على انستغرام وتنشر بين الحين والآخر صور لها وبعض الأدعية. كما نعت الفنانة هناشيحة شقيقة الداعية الإسلامي معز مسعود الذي وافتها المنية مساء يوم الجمعة. وكتبت هناشيحة عبر حسابها على انستغرام: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وتابعت: توفيت إلى رحمة الله تعالى علا مسعود شقيقة معز مسعود أخي وزوج أختي حلاشيحة، ربنا تقبلها في رحابك وارحمها واغفر لها واعف عنها نسألكم الدعاء. عقد قران حلاشيحة ومعز مسعود بعد أشهر قليلة من إنهاء الفنانة المصرية إجراءات طلاقها رسميا من زوجها الكندي ستيف مار والد أبنائها الأربعة من خلال مكتب شهر عقاري بمدينة الإسكندرية بحضور محامين عن الطرفين. وهو الطلاق الذي وقع بعد أكثر من عام على انفصالها عن زوجها واستقرارها في القاهرة بالتزامن مع عودتها للحياة الفنية مرة أخرى. وقبل ارتباطهما رسميا حاصرت أخبار ارتباط حلاشيحة ومعز مسعود، وذلك قبل إتمام طلاقها رسميا من زوجها الكندي، حيث ترددت أنباء عن علاقة عاطفية تربط بين الفنانة المصرية والداعية الإسلامي معز مسعود الذي أعلن هو الآخر عن انفصاله عن زوجته الفنانة شيري عادل في شهر أغسطس من العام الماضي وسط حالة من الصمت من الطرفين دون تأكيد أو نفي أي منهما، ليرد بعدها والدها ويحسم الأمر. وبعد عقد القران وزواجهما أحدثت حلاشيحة الكثير من الجدل بمواقفها المفاجئة وأراءها التي ربطها البعض بزيجتها من الداعية الإسلامي معز مسعود، وكان آخرها أزمتها الشهيرة مع النجم تامر حسني. يذكر أن
حلاشيحة كانت قد انفصلت عن زوجها الكندي ستيف مارك بعد اعتزال الفن وزواج دام 11 عاما، حيث أنجبت منه 4 أطفال منه. أما معز مسعود فقد أعلنت النجمة شيري عادل انفصالها عنه بعد زواج دام لمدة عام، وأوضحت شيري أن الانفصال وقع قبل فترة لكنهما ما زالا يحتفظان بعلاقة إنسانية وطيدة بينهما، ورفضت التعليق على الأمر بعد ذلك معتبرة أنها حياتها الشخصية ولا يمكن المتاجرة بها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.